السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أهلا بكم. أخباركم إيه؟ وحشتوني وكل يوم بتوحشوني، والله كل يوم بتوحشوني، والله كل يوم بتوحشوني، ودايما بحب أفاجئكم بكل جديد علشان أنتم تابعيني في كل جديد. النهاردة كان في لقاءين من العيار التقيل أيضا في الأسبوع، باقي الماتشات بتاعة 29 كان عندنا النهاردة لقاءين. اللقاء الأول كان بين سموحة وطلائع الجيش اللي انتهى بفوز سموحة اللي ما بترحمش، اللي ذبحت طلائع الجيش وفرمت طلائع الجيش وخلاص القوات المسلحة 4-2. أحرز الأهداف مصطفى فتحي في الدقيقة 11، يرد عليه أحمد عبد القادر في الدقيقة 77، ويرد عليه مصطفى فتحي أيضا في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 87 إسلام جمال الهدف الرابع. أيضا يرد عليه أهداف طلائع الجيش ناصر منسي، ما تنسوش ناصر منسي ده يا جماعة نجم المنتخب الأولمبي ونجم وفرو التقيل ومحطة كويسة، ويقدر يجيب جون من أي حتة في الملعب، يحط في الدقيقة 62. يرد عليه محمد نادي حبيبه وزميله في الدقيقة 90، يرد عليه ويقول لهم احنا خسرنا 3 بونت النهاردة بسببك يا عبد الحميد يا بسيوني، كابتن عبد الحميد بسيوني انت لا تفقه شيء عن اي حاجة في كرة القدم المصرية، لا تفقه شيء اي حاجة عن الكرة. بص مش قادر اقول لكم، مش قادر اقول لكم يا جماعة، ده في مدربين ما تمسكش حتى الشارع اللي بعديها، ما تمسكش حتى بص الراجل ده. ايه ده يا جماعة؟ اللقاء التاني كان عندنا دجلة وكان عندنا الاتحاد السكندري، وكان ماتش جميل وقدر يخرج بالتعادل السلبي بين دجلة والاتحاد الاسكندري. ده كان ماتش مش قادر اقول لكم، ماتش مش قادر عقيم، ماتش ما فيهوش كورة، ماتش تحس الواحد بيلعب دورة رمضانية كده في نادي الحبانية، مش مركز في نادي الحبانية على طول. ايه ده يا جماعة؟ ده في ناس فعلا بتاخد ملايين ملايين ما بتعرفش تباصي، ده في ناس بتاخد فلوس وبتحب مصلحتها ما بتعرفش تباصي، ما بتعرفش تقف تقف على الكورة، ما بتعرفش تعمل دريبل باص، ما بتعرفش تعمل دريبل بالكورة، ما بتعرفش تعمل سبرنت. يا نهار اسود على الكورة، ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي الكورة خلاص بقت في خطر، دي الكورة في خطر في خطر، يا لهوي ده راجل، ده في ناس ما بتعرفش ترمي اوت. ادي اللقاءين اللي احنا بنتكلم عليهم اهو، ادي اللقاءين اللي بنقول فيها كوره وفيها متعه وفيها اثاره، ولا فيها متعه ولا فيها اطران ولا فيها حتى محيط اطلنطي. النهارده في لقاءين الكوبان الكره المصريه بين النهارده الاسماعيلي بيستضيف الزمالك الساعه 7 مساء على ملعب استاد الاسماعيليه، اللي بقالنا كتير ما تمتعناش بزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه. وفي ناس يقول لك ايه بقى يا عم، مبروك النادي الزمالك هياخد الدوري، الدوري لسه في الملعب، الدوري لسه في الملعب. وما ننساش اللي فرق بين النادي الاهلي والزمالك فرق 2 بونت، 65 و67، خلي بالكو 65 و67. والاهلي عنده مين؟ عنده الخدمات البتروليه، المكنه بتطلع قماش، عنده بص مش قادر اقول لكم. الاهلي عنده انبي والزمالك عنده الاسماعيلي، ده متصدر الدوري والاهلي تاني الدوري. انبي في المركز السادس برصيد، المركز السابع برصيد 39 نقطة، يعني مش قادر اقول لكم في برضه في طحن كورة. اخر اربع خمس ماتشات دول هتلاقي فيه غرائب وعجايب، هتلاقي فيها متعة الكورة زي ما بيقولوا، علشان كله عايز ياخد اللقب الدوري، واللي عايز يلعب الثالث، واللي عايز يلعب الرابع ويلعب بطولة افريقيا، واللي عايز يهرب من الهبوط، واللي يهرب مش عارف منين، واللي مش عارف ايه. يا راجل يا راجل ارحمونا ارحمونا يا جدعان، ده في ناس ما يا نهار اسود، ده في ناس ما بتعرفش تباصي، ده في ناس ما بتعرفش تجري، وناس بتقعد على دكة البدلاء وياخدوا فلوس زيها زي اللعيبة اللي تلعب في الملعب. ايه ده؟ انهي حاجة بتقول كده في الكورة؟ أني حاجة بتقول كده في الكورة؟ تعبتونا، أنا مش هقدر أكمل، كفاية عليكم كده. النهاردة عايزين نتمتع، نلتقي بيكم بعد ملخص الأهلي وإنبي وزمالك والإسماعيلي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.